معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا بل عبر سكايب من ستوكهولم السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك سيد لبيد. نبدأ من تصريح عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران رحيم بور أزغدي أن هناك 5 أو 6 دول تحت سيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذا التصريح بالحقيقة يشير فيه إلى العراق بالتأكيد وسوريا ولبنان، ويشير أيضا إلى اليمن. طبعا هذا بالإضافة إلى إيران، هذه 5 دول يسيطر عليها علي خامنئي باعتباره هو المرشد الأعلى والرجل الأول في الدولة الإيرانية. هذا يؤكد ما قاله كل المحللين السياسيين وكل كل المراقبين في الاستراتيجيين بأن إيران أصبحت مهيمنة على هذه الدول. طبعا الهيمنة في القاموس الحديث تختلف عن الاحتلال دولة إلى دولة لدولة أخرى. إيران لديها ما يكفيها من الأدوات التي تستخدمها من أجل السيطرة على مراكز القرار في هذه الدول. من أجل ذلك يعني اعتراف عضو مجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران أن بلاده تتدخل في البلدان لتسقطها ولتصبح تحت سيطرة بلاده، ما الذي يدفع مسؤول مهم في إيران لمثل هذا التصريح الذي يدين بلاده؟ بالحقيقة إيران مستهترة جدا في إطلاق مثل هذه التصريحات المفضوحة، هي أن تتدخل في شؤون هذه البلدان وتسيطر عليها، هذه مسألة واقعية ومعروفة لدى الجميع، لكن أن تعلن ذلك صراحة فهذا يعتبر في منتهى السفاهة. لكن لماذا تتجرأ إلى قول هذا الكلام إلى هذا المستوى بهذا المستوى؟ لأن الملاحظ بالحقيقة من خلال هذه التصريحات، يعني قبل رحيم بور أطلق نائب القائد العام للحرس الثوري حسين سلام تصريحا آخر، قال الجيش العراقي يشكل عمقا استراتيجيا للنظام طهران، واعتبر أن العراق ميدان أمن استراتيجي بالنسبة لإيران. قبله عدي التونسي قال من بين ما قاله بالحقيقة، قال إن جغرافيا إيران والعراق موحدة وغير قابلة للتجزئة. وعلي فلك القيادي بالحرس يعلن تشكيل جيش التحرير الشيعي الذي يضم الحشد الشعبي. وهناك عشرات التصريحات في نفس المعنى، لكن الملاحظ حقيقة أن ردا من قبل الحكومة العراقية لم يطلق، لم تصدر أي إدانة لهذه التصريحات من قبل الحكومة العراقية. العبادي صرح مؤخرا أنه يرفض أي عملية عسكرية تنطلق من العراق ضد إيران، يعني هذا تصريح واضح، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هذا بدلا ما من أن يدين التصريحات التي تستصغر العراق وتجعله ولاية من ولايات إيران، بدلا من أن يدين هذا وينفيه ويستنكره، لاحظ أنه يقول هذا الكلام الذي يؤيد بالنتيجة لما يصرح به المسؤولون الإيرانيون، ويعد انبطاحا كبيرا حقيقة للسيد الإيراني. إذا لماذا نستغرب أن يطلق هذا وغيره مثل هذه التصريحات بكل فضاحة، يعني ولا يخشون إدانة أحد؟ العالم لا يبين ولا يستكراد تصريحات طالما يرى أن الحكومة العراقية لا تدين، بل هي كما ذكرت تمارس سياسة انبطاح للنفوذ الإيراني. موقع دالي بيست نشر أن وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون تضغط على العبادي لاسترداد دبابات سيطر عليها الحشد، ميليشيات الحشد، هل يمكن أن تعوض إيران هذه الميليشيا ما ستسلبه الولايات المتحدة منها، أم أن مهمة هذه الميليشيا انتهت بالنسبة لإيران؟ مهمة هذه الميليشيا لم تنتهي بالنسبة لإيران، أنا أعتقد أن هذه الميليشيا نفوذها سيتعزز وسيتطور، يتعدى الحدود العراقية نحو بلدان أخرى،
مسبقا اصبحت هذه الميليشيات تفوز في سوريا كما نعلم، ومن المؤمل بالنسبه لايران ان تستخدم في لتهديد الامن الداخلي لبلدان اخرى خصوصا بلدان الخليج. بالنسبه لهذه الدبابات كما نعلم هذه الدبابات شاركت في استخدمها كتائب حزب الله وكتائب الشهداء في الحرب على تقسيم الدولة الإسلامية، وكان يقوم بذلك على مرأى ومسمع من القوات الأمريكية المتواجدة في الميدان في ذلك الوقت. لكن توقيت إثارة هذه المسألة بالحقيقة ليس مناسبا بالنسبة للعباد، العباد لا يجوز أن يزعج حشد الشعب في الوقت الحالي في هذا المرحلة الحساس، لأننا مقبلون على الانتخابات. وإزعاج حشد الشعب يعتبر إزعاج مباشرا لإيران. أنا أعتقد أن العباد سيتهرب من مسألة إثارة هذه المسألة بشكل جدي، لكن مسألة أنه تسكيب دبابات إلى الحشد الشعب تؤكد بما لا يقبل الشك بأن الحشد الشعب هو الجيش العراقي. نعم، هناك تدافع وهناك انفتاد. وضحت الصورة سيد لبيد الصميدعي من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض، شكرا جزيلا لك.